السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا في حلقة جديدة من برنامج مع الحكيم، وهذه التغطية المستمرة لمتابعة أخبار فيروس كورونا من استوديو الحجر المنزلي. نتابع في هذه التغطية مجموعة من الأخبار الطبية عن كوفيد-19، كما نسلط الضوء على إيطاليا، فبعدما كانت أكبر بؤرة لانتشار فيروس كورونا المستجد لأسابيع، إلى ماذا وصل الوضع هناك؟ نتابع ذلك مع ضيفي من ميلانو دكتور عماد الجولاني، استشاري أمراض القلب والعناية المركزة في مستشفى بيرجامو بميلانو، وهو كذلك عضو اللجنة الخاصة لمتابعة فيروس كورونا في تجمع الأطباء الفلسطينيين في أوروبا. ولكن نبدأ بهذه المجموعة من الأخبار. نبدأ بهذه المجموعة من الأخبار قبل أن ينضم إلينا ضيفنا. فقد أعلنت منظمة الصحة العالمية رأيها في تأثير الحرارة والجيل الخامس من شبكات الاتصالات على الإصابة بكورونا. فقد أفاد مكتب منظمة الصحة العالمية الإقليمي للشرق المتوسط بأن التعرض لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة عالية لا يساعد على الوقاية من مرض كوفيد-19 الذي يسببه فيروس كورونا. وأوضحت المنظمة في تغريدة عبر تويتر أن تعريض نفسك لأشعة الشمس أو لدرجات حرارة أعلى من 25 درجة مئوية لا يساعد على الوقاية من كوفيد-19 الذي يسببه كورونا. وأضافت أن مرض كوفيد-19 قد يصيب الشخص مهما كان الطقس مشمسا أو حارا. وفي تغريدة أخرى قالت المنظمة الدولية إن شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة لا تساهم في انتشار مرض كوفيد-19، ولفتت إلى أن الفيروسات لا تستطيع الانتقال عبر موجات الراديو أو شبكات الهواتف المحمولة. وأضافت أن مرض كوفيد-19 ينتشر في العديد من البلدان التي لا توجد فيها شبكات الجيل الخامس للهواتف المحمولة. يأتي هذا طبعا في إطار الرد على انتشار بعض الإشاعات أو المواضيع على الإنترنت تفيد بهذا الأمر. إلى خبر آخر، ووفقا لصحيفة جارديان البريطانية، دواء الإنفلونزا الياباني أفيجان فعال بشكل واضح في علاج الفيروس التاجي. وقالت مصادر طبية في الصين إن الدواء الذي يستخدم في اليابان لعلاج سلالات جديدة من الإنفلونزا يبدو فعالا في مرضى الفيروس التاجي. ووفقا لمسؤولين، فإن الدواء حقق نتائج مشجعة في التجارب السريرية في ووهان وشينشن شملت 340 مريضا. وقال مسؤول صيني للصحفيين ان هذه الادويه لديها درجه عاليه من الامان وفعاله في العلاج بشكل واضح. توصل علماء بجامعه غوتينغن الالمانيه في دراسه اجروها ان عدد الاصابات الفعليه بفيروس كورونا المستجد اكبر بكثير من الارقام الرسميه المعلنه، وذلك وفقا لنتائج الدراسه. فإن 6% فقط من عدد الإصابات الفعلي تم التعرف عليه في العالم. فمثلا عدد المصابين رسميا في أمريكا يبلغ نحو نصف مليون حالة، لكن وفقا لحسابات الدراسة تبلغ 10 ملايين إصابة. فما تفاصيل تلك الدراسة وماذا عن إيطاليا؟ بالتأكيد سيخبرنا ضيفي دكتور عماد الجولاني بهذه التفاصيل. نعم نعم، طبعا نحن دكتور عماد نبدا الحوار، ولكن اريد ان اعرفك اولا. نبدا الحوار طبعا مع دكتور عماد الجولاني، استشاري امراض القلب والعنايه المركزه في مستشفى بيرجامو بميلانو، عضو اللجنه الخاصه لمتابعه فيروس كورونا في تجمع الاطباء الفلسطينيين في اوروبا. وارحب بك دكتور عماد من جديد. وفي البدايه، اهلا لماذا وسهلا. قبل ان نعلق طبعا على كل هذه الدراسات، ولكن نريد ان نعرف لماذا حتى الان لم ينخفض معدل الإصابات اليومي بشكل كبير، بشكل ملحوظ في إيطاليا، بالرغم من الإجراءات المشددة المستمرة منذ شهر تقريبا؟ طبعا نحن نعلم أن الإصابات في إيطاليا كانت يعني كبيرة جدا، وكما تفضلت في مقدمة الأخبار أن هناك
العدد الرسمي المصر يعني العدد المصابين الحقيقي هو غير العدد الرسمي المصرح فيه. طبعا العدد المصرح فيه هو الأشخاص الذين تم التعرف عليهم عن طريق فحص العينة والتأكد أنهم يحملوا فيروس كورونا، ولكن العدد الحقيقي هو 10 أضعاف العدد المعلن فيه. فقبل يومين قامت إيطاليا بعملية مسح لحوالي 50,000 مواطن، عملت لهم العينة، تبين أن هؤلاء تقريبا منهم حوالي 800,000 يعني مصابين بالفيروس، وأصبحوا يعني بوزيتيف في هذا الفحص، فحص العينة اللي هو المخبري. هذا يدل على أن في كل إيطاليا العدد يعني يفوق 10 مليون، 10 مليون إصابة، وهذا الذي يفسر عدد الأموات والإصابات الآن الموجودة. الآن نحن نعمل العينة تقريبا بشكل كبير، تقريبا معدل 50 إلى 60 ألف عينة في اليوم، وهذا يبين عدد الإصابات. هي إصابات كانت موجودة أصلا، وإنما الآن بدأنا نتعرف عليها أكثر. في البداية كنا نترك المواطنين في البيوت، يعني عندما يكون عنده أعراض بسيطة نتوقع أنها إصابة بعدوى كوفيد 19، ولكن نتركهم في المنازل. لم تكن موفرة لدينا العينة، أصبحت الآن متوفرة، وبالتالي الأعداد تزيد، هي أقل بالنسبة للإصابات، ولكن تزيد بالنسبة لعدد العينات التي عملت. نعم، يعني نفهم من ذلك يا دكتور أنك أولا تقول أن عدد الإصابات المعلن في إيطاليا الذي يقدر بنحو 150 ألف حالة ليس هو هذا هو العدد الفعلي. أنت تؤيد الدراسة الألمانية التي تشير إلى أنه ربما يكون أضعاف عدد الإصابات في كل بلد، أضعاف ما هو معلن. أنت مع هذا الأمر وتتوقع أن تكون في إيطاليا 10 ملايين إصابة؟ نعم، وهذا صرح به كذلك مسؤولون كبيرين، ومنظمة الصحة العالمية هنا في منظمة الصحة الإيطالية صرحت بهذا، وكذلك رؤساء البلديات بعد تحقيق صحفي حصل مع المواطنين تبين بعمل الفحص أن العدد كعينة مأخوذة على 50,000 مواطن أن العدد هو 10 أضعاف العدد الذي أعلن رسميا، طبعا بسبب عدم لو عمل العينة. عشرة أضعاف يعني 1.5 مليون تقريبا. 15 مليون تقريبا. 15 مليون، عدد نعم مضاعف. هذا طبعا يعني الرقم لو هو بالفعل الرقم الفعلي فهو رقم كبير بالتأكيد، ويعزز ذلك الدراسة الألمانية التي تشير إلى أن الأعداد المعلنة تختلف تماما وأقل بكثير عن الأعداد الحقيقية كما ذكرت دكتور عماد. السؤال الآن يتعلق بإيطاليا. الإجراءات المشددة متخذة منذ فترة طويلة، ولكن ما زال معدل الإصابات يبدو كبيرا، يعني رغم أنه انخفض يعني يوم عن الآخر انخفض، ولكن ما زال كبير. نعم، هو في تحسن كبير، يعني تقريبا احنا يعني بدأنا نشعر في الانحدار في عدد الإصابات، في انعكاس الخط البياني نحو الأسفل. طبعا هذا يعني عدد كبير، لكن لو نظرنا إلى البداية فكان العدد كان كبير بالنسبة للإعلان، أما الآن العدد كبير بالنسبة للفحص الذي يعمل، العينة هي التي تحدد نسبة المصابين. لتعلم أن أكثر من 80% من المصابين هم بدون أعراض، وبالتالي نحن نتكلم عن المصابين الذين هم لهم أعراض وليس لهم أعراض، يعني المصابين بالعين اللي تثبت العينة أنهم مصابين وأنهم بوزيتيف في فحص الكوفيد أو الكورونا فيروس. هذا العدد الكبير الآن بسبب زيادة عدد عمل العينات، إنما هو بالنسبة للبداية أنقص بكثير، يعني نحن وصلنا إلى أقل من النصف، سواء في العدوى سواء في عدد الوفيات، وفي ارتفاع متواصل لعدد المتعافين، وهذا يبشر بخير. بالمناسبة إيطاليا بالأمس رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي أعلن تمديد الحجر المنزلي إلى يوم 3/5، وهذا يدل على أنه الحجر هو أعطى مفعول، ولكن ندخل في المرحلة الثانية للحجر، وهو السماح لبعض الفئات القليلة للعمل كفئات الإنتاج الزراعي وغيره، ولكن نعود إلى الحياة الطبيعية تدريجيا، حيث أن يعني النتائج كانت مطمئنة وطمأنت ولكن يعني ما تم تمديده هو الحظر الشامل او الحجر الشامل حتى 1/3 من مايو. نعم، هو حجر شامل باستثناء بعض الفئات العمرية وبعض المؤسسات الضرورية في الإنتاج الزراعي وبعض المصانع اللازمة للدولة مع الفحوصات وأخذ الاحتياطات اللازمة، أما هو طبعا يعتبر حظر شامل يعني.
نعم، طيب أريد أن أسأل عن عدة نقاط، ولنبدأ بنقطة مهمة جدا وهي سياسة الفحص وأدوات 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 ورد إيطاليا أجهزة فحص تساعدها على إجراء عدد أكبر، ذكرت أنه يصل الأمر إلى من 50 ل 60 ألف فحص يومي. نعم، هناك شركات إيطالية، يعني في شركة هنا في إقليم لومبارديا في مدينة ميلانو بالذات تنتج هذه العينة من أجل الفحص، ويعني ليس فقط الفحص المتعارف عليه عن طريق مسحة الحلق وغيره، إنما كذلك فحص الدم اللي هو السيرو، يعني فحص السيرو فحص الدم. وبالتالي الآن نريد كذلك أن نعرف في هذه الفحوصات لا تعطينا فقط إذا كان هو سلبي أو إيجابي بالنسبة للمرض، ولكن تعطينا كذلك من أصيب وتعافى، يعني نستطيع أن نفحص الأجسام المضادة في الشخص، حتى لو أنت تعرف أنه لو مر على الشخص أنه أخذ العدوى منذ شهر وتعافى قد يصبح نيجاتيف، يعني غير إيجابي نتيجة العينة، ولكن بفحص الدم نعرف الأجسام المضادة ونعرف نستطيع أن نحصي أن من أخذ هذا الفيروس ومن لم يأخذه، وهذا طبعا يفيدنا في دراسات قادمة 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 قادمة. اليوم يعني نسعى إلى أن نصل إلى 100 ألف. هناك توجهات من بعض رؤساء البلديات ومن الحكومة في عمل مسح تام لكل المواطنين. أنت تعلم أن عندما تعرف الشخص المصاب وتعزله، طبعا هذا يحد بشكل كبير من العدوى. عندما تعرف الشخص وهو ليس عنده أعراض ولكنه مصاب، إذا عزلناه نحن نعفي الآخرين من إمكانية الإصابة. طيب ماذا بشأن العلاجات؟ يعني بالتأكيد كل طبيب في إيطاليا ربما واجه عدد ضخم جدا من الحالات الإصابة بكورونا، وأيضا عدد كبير من الحالات الحرجة، وأنت طبعا يعني طبيب عناية مركزة وأمراض قلبية، وهي من الفئات الخطرة المعرضة أكثر للتضرر من الإصابة بفيروس كورونا. ما الذي استفادته إيطاليا؟ ما الخبرة التي اكتسبتها كطبيب واكتسبها الأطباء في إيطاليا من التعامل مع هذه الحالات الحرجة؟ حقيقة نحن في البداية كانت بالنسبة لنا أمر مفاجئ، وبالتالي لكن استفدنا، يعني كنا نصل تقريبا إلى الأشخاص الذين يصلوا إلى جهاز التنفس، تعلم أنهم كانوا أكثر تقريبا 90% كانوا يموتوا، يعني لا نستطيع أن ننقذ أكثر من 10%. كنا نستعمل كوكتيل من الأدوية، مجموعة أدوية مختلفة، منها أهم شيء يعني مضادات الفيروسات بالإضافة إلى المضادات الحيويه، لانه طبعا الجسم بدا يعني يبدا يعني يتعرض الى نوبات اخرى والى امراض اخرى. في البدايه طبعا الكبار في السن هم الذين دفعوا الثمن اكثر، كان تقريبا 75% من الاشخاص الذين يحملون 3 امراض مزمنه كانوا هم الذين اكثر الناس عرضه للوفاه. والذين كانوا يحملوا مرضين كان مزمنين كان تقريبا 50% منهم يموتوا، وبالتالي كانت في الفئة العمرية وفي الأشخاص المزمنين. انتقال الوفيات كذلك إلى السن الأصغر 50 فما فوق وإلى بعض الشباب أدى طبعا أننا استعملنا عدة أدوية، وتم إجراء يعني تجارب على عدة أدوية كثيرة، منها الهيدروكسيكلوروكين ومميعات الدم وكذلك المضادات الحيوية. هذا الكوكتيل الحقيقة ساعد، نحن وصلنا إلى نتيجة حقيقة أن البروتوكول هذا الذي مكون من هذه الأدوية اللي هي على رأسها الهيدروكلوروكسيكين وكذلك الأزيتروميسين بالإضافة إلى مميعات الدم، أدى إلى أن في خلال 2 أو 3 يعني يتحسن المريض، وفي خلال 5 أيام نستطيع أن لا نوصل إلى العناية المركزة. الآن صدر بالأمس هذا البروتوكول مسموح به حتى إعطاؤه للبيوت، لأن وجدنا كذلك أن الهيدروكسوكلوروكين لا يعطي مضار جانبية كثيرة، بعض الدول منعت استخدامه وحذرتنا من ذلك، لكن نحن يعني وجدنا أن المضار الجانبية والمضاعفات التي يسببها تكاد تكون صفر أو نسبة ضعيفة جدا
بالنسبة لمخاطر الكورونا فيروس، وبالتالي نستعملها حتى في طب اسمح المنازل. لي يا دكتور اتوقف معك في هذه النقطه. اذا بروتوكول العلاج لكوفيد 19 في ايطاليا يشمل عده ادويه واستخدام عده علاجات، منها الهيدروكسيكلوروكين والمضاد الحيوي الاديثروميسين. وتقول يا دكتور انك يعني في ايطاليا يتم وصف هذه او هذا الدواء الكلوروكين في المنزل وانه اقل ضررا، ولكن كثير من الاطباء حذروا، وربما نعلم يعني حتى مرضى الذئبه الحمراء و يعني بعض المرضى الذين يلجؤون لهذا الدواء غير طبعا حالات الكورونا يشتكون من اضرار جانبيه كثيره جدا على اجهزه كثيره في الجسم. فهل اعطاء او السماح للمريض باستخدام الهيدروكسيكلوروكين في المنزل دون اشراف طبيب يعني امر امن؟ هو يعني آمن لدرجة ما، ولكن نحن لا نترك المريض يعني دون مراقبة. هو في هناك متابعة يومية، يعني مرتين في اليوم نستطيع أن نتصل بالمريض. يذهب هناك فريق لعمل تخطيط القلب، يعني العامل الجانبي الخطير الذي يسببه هو الهيدروكسيكلوروكين هي اضطرابات القلب وبالتالي الموت، إذا كان طبعا المريض بعيد عن المستشفى. لكن نحن بمتابعة المريض مرتين في اليوم وكذلك إرسال الطاقم الطبي إلى عمل فحص في المنزل يؤدي إلى تقليل الأضرار إلى يعني إلى درجة الصفر تقريبا، والحقيقة للآن لم يحدث عندنا مخاطر كبيرة من استعماله. نعم. بالنسبة للفوائد التي يجنيها يعني من أن المريض لا يصل إلى العلاج المكثف، لا يصل إلى العناية المركزة وبالتالي إلى إدخال الأنبوب في الحلق والتنفس الاصطناعي، وهذا يعني كان هذا له أثر كبير، يخفف يجعل المستشفيات تتنفس نوعا ما، والمريض كذلك في تحسن. فنحن في إحصائياتنا أن الذين في المنزل كذلك تعافوا وكانوا ربما أفضل من الذين وصلوا إلى المستشفيات. طيب هذا أمر جيد، ولكن أردنا التدقيق على هذه النقطة، أن هناك إشراف طبي ومتابعة طبية يعني صارمة في تناول الهيدروكسيكلوروكين، لأنك تعلم بالتأكيد في العالم العربي وفي كثير حتى من البلدان بعد الإعلان عن نجاعة هذا الدواء في علاج الكورونا، كثير من الأفراد بشكل شخصي يعني اشتروا هذا الدواء ويحاولون تناوله بأنفسهم بدون إشراف طبي. فلذلك وجب التنبيه والتنويه عن ضرورة الإشراف الطبي في هذا الأمر. نعم، كذلك يعني أنبه لأمر آخر، هو أن الدواء لا يعطى كوقاية، إنما يعطى بعد ظهور يعني الأعراض وخاصة درجة الحرارة. فإذا تجاوز درجة الحرارة 37.5 فهنا يعني يدل على أنه المريض، وطبعا بعد عمل العينة أنه مصاب، نستطيع أن نعطيه هذا الدواء. أما قبل كوقاية هذا غير ما يعني غير مسموح واسع. فيه ولا نعطيه للمريض. نعم. ماذا عن الدواء الذي قلناه في الأخبار التي نشرناها منذ قليل أو أذعناها منذ قليل عن دواء الأفيجان الياباني؟ هل معتمد في البروتوكول للعلاج الإيطالي لديكم؟ لا، هو الافيجان هو مضاد للفيروسات، ونحن نستعمل شبيه فيه يعني نوعين من مضادات الفيروسات، ليبونافير وغيره. وبالتالي لا، في ايطاليا غير مصرح باستعماله، لكن ايطاليا طلبت من 3 مستشفيات كبيره في مقاطعه اللومبارديه في اقليم اللومبارديه بعمل تجارب على هذا الدواء. هناك نتائج يعني مشجعه، ولكن ما زال لم يعتمد في إيطاليا، لا في البروتوكولات وغير مسموح استعماله أصلا هنا في أوروبا بشكل عام. يعني ما زال غير مصرح به في أوروبا. طيب نعم، لكن التجارب سارية، هناك يعني مستشفى، هناك دراسات ربما خلال الأيام القادمة يعلن عنه، لكن هناك تجارب سارية من قبل 3 مستشفيات كبيرة في إقليم لومبارديا. طيب دكتور، كذلك يعني إيطاليا كانت بؤرة تفشي كبيرة لفيروس كورونا، أعتقد أنكم اقتربتم كثيرا من هذا الفيروس الأطباء الإيطاليون، فما الذي عرفتوه عن هذا الفيروس، عن كورونا عن قرب؟ طبعا كما تعلم ان تبين لنا ان هذا الفيروس شرس جدا، عندما يهاجم الجسم يؤدي الى فشل الجهاز التنفسي، يؤدي الى تكوين جلطات صغيره في الرئه وفي الانسجه، يسبب التهاب للشرايين الدقيقه في الجسم، وهذا الذي نتوقع انه هو سبب الوفاه السريع للمريض عندما يكون هناك جلطات في الرئه
وتجلطات في الأنسجة الأخرى وفي الأوعية الدموية الصغيرة، يصبح يعني حالة المريض السريرية معقدة، وبالتالي تقلل نسبة نجاحه وسيطرته على الفيروس. هذا الفيروس كذلك يعني ينتقل بسرعة من شخص إلى شخص، ونحن طبعا نعلم أن هناك دراسات تمت أنه كيف ينتقل، لكن نحن كنا نعرف من البداية أنه أكيد ينتقل بالهواء بسبب عدد الإصابات الكبيرة عندنا. قلنا أكيد أنه ينتقل في الهواء في التنفس ليس فقط في اللمس. لا طيب يا دكتور، هذه النقطة أريد توضيح، يعني من خلال خبرتكم سمعنا عن دراسة ألمانية تقلل من احتمالية انتقال الفيروس عبر لمس الأسطح مثلا أو عبر الأسطح، وكثير من الدراسات حتى الأمريكية وغيرها حول كيفية العدوى. العدوى أمر مهم بالنسبة للناس جميعا، كيفية العدوى من خلال الحالات التي فحصتوها، ومن خلال ربما تشريح بعض الحالات التي حدثت لها الوفيات، هل وصلتم إلى نتيجة معينة إجمالية لكيفية انتقال الفيروس؟ الحقيقة نحن بالتفصيل، يعني أريد هذه نعم النقطة بالتفصيل. نعم. بالتفصيل نحن متأكدين أنه ينتقل بالتنفس وبالهواء، لكن على كيف؟ الأسطح لابد يعني عن طريق الاقتراب من المريض، وبالتالي سواء في مكيفات الهواء سواء في جهاز التنفس نفسه عندما يكون يخرج منه الهواء، إذا كان ملوث يقترب منه المريض أو الطبيب أو يعني الممرض قد يصاب بهذا، وهذا الذي سبب أكثر من وفاة أكثر من 100 طبيب في إيطاليا وأكثر من 30 ممرض. لكن لا نستطيع أن نقول أنه لا ينتقل باللمس، لأنه عندنا حالات يعني كان صعب أن ينتقل بالقرب من هذا المريض، فكثير من الناس يعني أصابتهم العدوى وهم لم يقتربوا كثير من ناس مصابين، إنما استعملوا بعض الأدوات يعني كربما في مثلا في بيوت العجزة وغيره أواني الطعام أو الطابولات أو كذا، وبالتالي هم أخذوا العدوى ويعني تضرروا بشكل كبير. إذا هو الطريقة الأولى نعتقد أنه في الهواء وفي التنفس، ولكن كذلك لا نستطيع أن نقول أنه لا ينتقل بالأسطح وباللمس. يعني لكن باللمس أريد أن أنبه إلى شيء، حتى يعني يتم عدوى المريض باللمس لابد أن يكون هناك كمية كبيرة من الفيروس، يعني يسموها الكاريكا فيرالي، هذه تكون في السطح فهي تكون تعدي الإنسان. كذلك في التنفس، إذا كان الرذاذ لا يحتوي إلا على جزيئات بسيطة من الفيروس قد لا تعدي الإنسان، لكن إذا كانت كمية كبيرة من الفيروسات موجودة في ذرات الهواء فهي تعدي. وكذلك على الأسطح، لو كانت هناك كميات كبيرة فمجرد أن يلمسها الإنسان ويضع يده على فمه أو على أنفه طبعا هي تدخل بسهولة إلى الفم والأنف بحكم الهواء والتنفس وحركات الجسم، وبالتالي يصاب يعني. طيب دكتور، في هذه النقطة أريد أن يعني أطيل معك فيها قليلا، لأنها من النقاط المهمة للجمهور ولنا جميعا. فكرة العدوى يا دكتور، أنت ما ذكرته يعني جيد جدا ومفهوم، تقول أن الطريقة الأكثر انتشارا للعدوى هي التنفس، خروج رذاذ من التنفس من الفم تحديدا تنقل العدوى أو الفيروسات لشخص آخر، هذه الطريقة الشائعة أكثر. نعم ولكن لا تستطيع دكتور أن يعني تستثني موضوع اللمس في بعض الحالات، ولكن يجب أن يكون عدد كبير جدا من الفيروسات على السطح وينتقل إلى اليد ومن اليد إلى داخل الجسم من خلال يعني لمس الأنف أو الفم، هذا نعم ما ذكرته. نعم فبالتالي فكرة اللمس هذه تقل احتمالاتها، خاصة أن هناك دراسة أمريكية تتحدث أن الكمية الرذاذ التي تخرج من الشخص أثناء الكلام وليس السعل ولا العطس تكفي لنقل العدوى. وهذا صحيح، نعم هذا صحيح، هذا ما شاهدناه في بيوت المسنين وفي يعني بعض المرضى الموجودين في المستشفى. طبعا الاقتراب بسبب الجلوس على مائدة الطعام، بسبب التحدث مع بعض البعض، هناك بعض البيوت العجزة مات كل من فيها، يعني كان عددهم 50 أو 60 فكلهم أصيبوا وكلهم ماتوا بهذه العدوى. فيعني الاقتراب، مجرد الجلوس على طاولة أو الاقتراب أو يعني لمس بعض الأشياء، يعني الاقتراب هو أكيد ينقل العدوى، نعم كذلك اللمس كذلك. يعني نحن حقيقة
حاولنا يعني هناك دراسات سنعملها فيما بعد، الآن طبعا ليس الوقت، ليست أولوية لنا معرفة كيف يصاب الشخص بسبب حجم المرضى وبسبب حالة الطوارئ والاستنفار الموجودة في القطاع الطبي، سيتبين لنا فيما بعد، لكن نحن لا نستثني حقيقة اللمس أنه سبب من أسباب العدوى. الضغط عليكم يحول دون إجراء دراسات بحثية في هذا الأمر، ولكن يا دكتور نعم أنت تعتقد أن الطريقة الأكثر شيوعا هي انتقال بالهواء، ولا تستطيع أن تستثني اللمس، ولكن في شروط وظروف معينة. نعم هذا طيب، صحيح. نعم يطرح هنا سؤال آخر ومهم جدا، إذا كان الفيروس ينتقل عبر الهواء، فما هي المدة التي يبقى فيها الفيروس يعني موجود في الهواء ويأتي شخص آخر يتنفسه أو ينتقل إليه؟ هل يبقى فترة طويلة؟ وكذلك على الأسطح، هل وصلتم إلى خلاصة معينة في هذا الأمر؟ بالنسبة للهواء مؤكد أنه يبقى أكثر من دقيقتين، يعني دقيقتين أو 3 دقائق في الهواء. طبعا هذه المدة تزيد في حالة عدم وجود مناخ مناسب، يعني إذا كان هناك في تلوث أو في ضباب يحمل الفيروس، طبعا الفيروس لا يموت بسرعة، وبالتالي عندما يتحسن الجو قد يكون هذا السبب أنه في تحسن الجو قد تقل الإصابات، لأنه حركة الهواء وحركة يعني الجو النقي هذه تؤدي إلى تقليل وجوده في الهواء. أما هو يبقى يعني دقيقتين أو 3، إذا كان هناك ضباب وكان هناك لزاز ما يحمل هذا الفيروس قد يمتد أكثر. كذلك بالنسبة للأسطح، هو يبقى يعني بعض الأحيان يبقى لمدة 3 ساعات على الأسطح، إذا دخل في الشعر وإذا دخل في الملابس يمكن أن يبقى 3 ساعات قبل أن يموت، وبالتالي هنا يعني نقول أنه ربما يعني التعرض بالشمس لا يحسن إمكانية الإصابة، ولكن لعله يعني يساعد في إلقاء الفيروس بعيد عن الجسم من الشعر ومن الملابس، وبالتالي يخفف نسبة الإصابة. أما هو لا يعالج، يعني الشمس لا تعالج الشخص ولا تحسن مناعته إلا إذا يعني كان هناك أسباب أخرى. يعني أنت مع يعني منظمة الصحة العالمية فيما أعلنته بأن التعرض للشمس ودرجات الحرارة العالية لا تؤثر في مسألة نقل العدوى والإصابة بكوفيد 19. نعم أنا يعني وافق على هذا التعبير، لكن نعلم أن الشمس يعطيك يعني شيء من الفيتامين د، ولكن كذلك مرهون امتصاصه بالجسم ببعض العوامل الأخرى الموجودة في الجسم. الفيتامين د هو بحد ذاته يعني بعض الناس يتناوله خاصة في أوروبا هنا بشكل كبير، لأنه يزيد من المناعة، فإذا زادت المناعة قد تقلل الإصابة. كثير من الناس ربما أخذ الفيروس في فمه أو في أنفسه، ولكن كانت عبارة عن كمية قليلة استطاع الجسم أن يطرحها خارجا دون أن يعني يصيب المريض. هذه تتحسن بوجود مناعة قوية، سواء بالفيتامين سي سواء فيتامين د، اللي هي تقوي المناعة بشكل عام، فتستطيع أن يعني تقوي الخط الدفاعي الأول في الجسم. عظيم، والآن فهمنا لماذا يقال أن يعني التعرض للشمس يمكن أن يساعد على الوقاية من كوفيد 19، رغم أنه لم يثبت وفقا لمنظمة الصحة العالمية وفقا لدكتور عماد أنه لا يمكن الركون إلى ذلك، التعرض للشمس اعتماد ذلك كوسيلة للوقاية هذا غير موجود. نعم صحيح نعم صحيح، هذا طيب موجود ولكن يساعد في المناعة. عظيم، الدكتور ذكرت نقطة مهمة أريد أيضا أن نشدد عليها، أنك تقول الفيروس يبقى في الهواء دقيقتان أو دقيقتين إلى 3 دقائق، ويبقى على الأسطح عدة ساعات، بضع ساعات. نعم هذه نقطة طبعا مهمة. نعم، لذلك يعني إن كان في هناك هواء مثلا، لو كان على السطح ثم جاء الهواء ورفعه إلى التنفس ويعيد إمكانية إصابة الشخص. يعني لذلك يعني مهم جدا نرى كما يفعلوا يعني تعقيم الشوارع، تعقيم الأدوات والأماكن، كذلك في المستشفيات نحن نقوم باستمرار بتعقيم الغرف وتعقيم هذه حتى نتخلص من إمكانية وجود الفيروس على الأسطح وفي الأماكن. يعني وهذا يطرح سؤالا مهما بشأن سلوكيات الأفراد، من خلال هذه المعلومات التي استقيتها من التعامل المباشر مع حالات كثيرة فيما يتعلق بالكورونا ومشاهدة بعض أسباب انتقال العدوى والنتائج التي خلصتم إليها في إيطاليا، ما الذي نفعله كأفراد لنتجنب الإصابة؟ الحقيقة الطريقة الأولى التي توصي فيها منظمة الصحة العالمية طبعا ونحن نعلم ذلك هو الابتعاد والحجر الصحي، يعني ترك مسافات بين شخص وشخص حتى تجنب الانتقال بالهواء.
كذلك يعني يعني عدم الاقتراب من المريض إذا كان واثقين أنه مصاب، عدم الاقتراب منه أو استعمال أدواته الشخصية أبدا، غسل اليدين باستمرار حتى لو كان نظيف، يعني لو كان الإنسان يتوقع أنه لم يلمس شيء مصاب أو يعني فيروس، ولكن غسل اليدين مرتين أو ثلاثة في النهاية في يعني كل ساعتين أو ثلاثة هذا يساعد الحقيقة. فتبقى الحجر المنزلي والابتعاد عن الأشخاص هي الوقاية الأولى، ثم الطرق الأخرى اللي هي غسل اليدين ويعني الأخذ الاحتياطات من الأسطح وتعقيمها وغيره. عظيم. طيب دكتور، إيطاليا الآن في يعني في مرحلة التعافي، إن كنا نستطيع القول لذلك، من كونها كانت بؤرة كبيرة لتفشي كورونا، وبالتأكيد استفادت إيطاليا من خبرات دول أخرى، من مساعدات دول أخرى. ما هي أكثر الخبرات التي استفادت منها؟ وأكثر المساعدات التي فعلا كانت فارقة معها؟ الحقيقة إيطاليا يعني وجدت تضامن كبير من أو تفاعل المواطنين، ويعني هناك أكثر من 15 هيئة تطوعية من الدفاع المدني تساعد الناس وتساعد القطاع الطبي. الصدمة الأولى كانت هي للقطاع الطبي، وكانت يعني نقص المعدات الطبية ونقص الأدوات الوقاية هو الذي كان مشكلة كبيرة بالنسبة لنا. عندما جاء تضامن المساعدات من دول عديدة، وطبعا أريد أن أشكر يعني حقيقة دولة قطر في المساعدات السخية التي قدمتها للقطاع الطبي، كانت يعني هي في صميم الحاجة التي تحتاجها إيطاليا الآن. نحن عندنا نقص كبير. لماذا تحديدا المساعدات القطرية تعتقد أنها كانت في صميم؟ هناك مساعدات من دول أخرى يعني. لأنها كانت في تجهيز مستشفيين ميدانيين، وكانت طبعا يعني تخص القطاع الطبي. نحن عندنا نقص كبير سواء في المعدات الطبية، سواء في الأسرة، في التجهيز، في أجهزة التنفس، فكان هذا له الأثر الكبير. هناك جاءت مساعدات من دول عديدة وتضامن من كل دول أوروبا، من تركيا، من دول حتى عربية، لكن يعني الحقيقة كانت لفتة قطر يعني لفتة مهمة الحقيقة، ويعني مساعدات سخية في هذا المضمار الذي هو الآن في أمس الحاجة إليه نحن الآن. نعم، يعني ربما لأنها مستشفى مجهزة، وهو ما ينقص أو ما تحتاجه دولة في إطار تفشي الفيروس بهذا الشكل. هناك بعض الأسئلة من الجمهور دكتور، هل أنت مع من يقولون أن الكثيرين أصيبوا ولم تظهر عليهم الأعراض؟ سؤال من عبد الباقي عبد الله. نعم، نحن متأكدين من هذا تماما، أن هناك أكثر من 80% من الناس تصاب وتظهر عليها أعراض طفيفة أو لا تظهر عليها أعراض، وبالتالي لا تعرف أنها مصابة. نحن وجدنا أن فعلا بعض الناس تظهر عن أعراض، أو ربما كانت أعراض خفيفة، وبالتالي كان كثير من الناس يقول هذه مجرد إنفلونزا. يعني أنا أعرف حتى من الزملاء من أصيب بهذا المرض وكان يعتقد أنها مجرد يعني إنفلونزا عادية، ولكن عندما تعقدت الحالة ووصلنا إلى عمل العينة تبين أنها يعني فيروس كورونا والكوفيد 19. هناك بعض الأعراض الطفيفة مثل حتى التي تصيب الجهاز الهضمي ليس الجهاز التنفسي، يعني كالغثيان وفقدان حاسة الشم، فقدان حاسة التذوق، هذه ما كنا نظن أنها مرتبطة بفيروس كورونا، ولكن تبين الآن أنها هكذا. فهذه العلامات البسيطة أو الأعراض البسيطة تبين أنها لها علاقة بفيروس كورونا. نعم. نعم، الجميع أيضا يسألون هنا عن متى تتوقع أن تتعافى إيطاليا بالكامل، متى نتوقع أن تصبح إيطاليا مثل ووهان في الصين، تعود فيها الحياة ولا إصابات جديدة؟ أنا أعتقد يعني بشيء من التفاؤل أننا في منتصف شهر 5 يعني نصل إلى التعافي تماما، سنعود إلى الحياة بالتدريج، لكن نكون منتبهين وحذرين حتى لا نتعرض لموجة أخرى. أنت تعرف أن الإصابات بدأت بشخص واحد ومن ثم انتشرت بهذا الانتشار الكبير. في ليش أقول أنا بشهر 5؟ لأنه طبعا الآن أصبح عندنا مجموعة من الأدوية التي يعني قلنا هذه البروتوكولات أفادتنا أنها فعالة، خلال 2 أو 3 ستقر هناك بعض الأدوية الجديدة اللي هي الآن تحت الدراسة وتحت
يعني التجارب، هذا طبعا سيخفف من إمكانية الانتشار، وأعتقد أننا سنعود في نهاية شهر 5 إلى الحياة الطبيعية تماما، أعتقد هذا بشيء من التفاؤل يعني. هل هناك تخوف من موجة جديدة؟ نسمع عن تخويف وتهويل من موجة جديدة من الإصابة بالفيروس، هل لديكم هذا التخوف وكيف نعم تستعدون له؟ نعم نعم وهذا السبب الذي أدى إلى أن الحكومة يعني مددت الحظر إلى 3 5 الآن مؤقتا، ثم تقيم الموضوع فيما بعد. لكن نعم، الجميع والهيئة العلمية من هنا من إيطاليا يعني تحذر من العودة مباشرة إلى الحياة الطبيعية، لأنها ممكن أن نتعرض إلى موجة جديدة من العدوى، وبالتالي لابد من العودة تدريجيا مع أخذ كل الاحتياطات والاستعداد. الآن المستشفيات مستعدة، الأدوية موجودة، يعني الوعي عند الناس أصبح واضح، وبالتالي يعني شيء من التنفس من قبل الجهاز الطبي والمؤسسات الطبية يعطيها استعداد أكثر، وبالتالي نصل إلى التعافي إن شاء الله كما قلت يعني خلال شهر أو شهر ونصف من الآن. طيب أخيرا، نصائح للمشاهدين العرب وخاصة وأيضا للبلاد العربية التي ربما تمر الآن بمرحلة تشهد زيادة في أعداد المصابين، رأيك في هذا الأمر ونصيحة في الختام. أولا النصيحة هي أن يستفيدوا من تجربة إيطاليا، يعني لابد أن يعني يروا ماذا حدث لإيطاليا. إيطاليا كانت في البداية مستهترة في قضية الحجر الصحي، الإيطاليين أقول بشكل عام، لأنه ما كان واضح عندنا الفيروس تماما وما كان معروف جيدا، وبالتالي عند الاستهتار بالحجر الصحي، الحجر المنزلي، وعدم سماع يعني رأي العلماء والمسؤولين في المنطقة يؤدي إلى الانتشار. أنا حقيقة أنصح المواطنين في الدول العربية، وأتمنى لهم أولا أن لا يصابوا، وأتمنى للمرضى الشفاء العاجل، لكن أقول أنها العدوى يعني تحتاج إلى إمكانيات كبيرة، وأعتقد أن الدول العربية ليس لديها الإمكانيات المتوفرة هنا في أوروبا، وبالتالي لو حصل عدوى هناك حتكون يعني حيدفع الثمن غالي، لذلك الأفضل الوقاية، ودرهم وقاية خير من قنطار علاج كما يقول المثل يعني. أشكرك جزيل الشكر يا دكتور عماد الجولاني، استشاري أمراض القلب والعناية المركزة، كنت معنا من ميلانو واطلعنا معك على الوضع في إيطاليا والجديد ورؤية الأطباء في إيطاليا لفيروس كورونا المستجد. سنتواصل معكم مشاهدينا على مدار اليوم على صفحات برنامج مع الحكيم على وقناة الجزيرة مباشر لمتابعة كل جديد فيما يتعلق بالأخبار العلمية والطبية لفيروس كورونا، فابقوا معنا دائما. شكرا لكم وإلى اللقاء.